مساء الخير وحياكم الله في حلقة جديدة للراصد. في هذه الحلقة موضوعات كثيرة، بس قبل أبدأ حلقة الليلة، في الأيام الماضية استذكر كثير من الناس سواء في الواتساب أو كمان في مواقع التواصل الاجتماعي تويتر وغيره، استذكروا قصيدة للشاعر مشعل الحارثي للملك سلمان. خلونا نشوفها ونرجع لعناويننا مباشرة. أخذ سيفك وأخذ درعك وأخذ رمحك وأخذ شلفاك تحيزم شعبك وحدد هدفك ونذرا تصيبه هذا كرسيك وملكك وذا تاجك وذا مركاك على ما دلك المولى وسوى اللي تسوي به. انت ملك من قبل لا تصبح ملك وانت الذي تامر وشعبك قدها الدار دارك والوطن كلها لك وافعالك تحير شعوب تعدها. أجمل بداية أن نبدأ هذه الحلقة بهذه الأغنية الجميلة جدا. خلونا نشوف أبرز عناوين حلقة الليلة. في الباحة طالبة أصيبت بجروح وكدمات في وجهها، المعلمة أخذت دور الطبيب بلصقة جروح والتعليم ترد. الخدوش بسيطة. وإلى رفحة مئات الكيلومترات يقطعها الأهالي من أجل بطاقة أحوال نسائية. والمحكمة الإدارية بجدة تلغي قرار الأمانة بإزالة سوق البوادي لوجود تعديات لها أكثر من 20 سنة. ونشوف في حلقة الليلة أيضا، في كل ساعة يصاب 3 أشخاص بسكتة دماغية. والطيران الشراعي يحقق المركز الرابع في مصر. وفي لمسة وفاء الليلة، الأمير منصور بن مقرن بن عبد العزيز أحبته عسير فكان فقده عسيرا. في الباحة قامت معلمة وألزمت طالبة بالصف الخامس الابتدائي أنها تنقل الكراسي من الدور الثاني وتنزل إلى ساحة المدرسة. ما راعت المعلمة عمر الطالبة والجهد الجسدي اللي ممكن يفوق قدرتها. والد الطالبة محمد الغامدي قال انه تفاجأ بعد عودة بنته من المدرسة بوجود إصابات وكدمات في وجهها، وبعد سؤالها ذكرت انها سقطت أثناء أمر المعلمة لها بنقل الأثاث المدرسي. من جانبه وجه الغامدي ولي أمر الطالبة رسالته لتعليم الباحة: أرجو ألا تكون أرواح وفلذات أكبادنا رخيصة لديكم. تفاصيل أكثر ينضم لي هاتفيا من الباحة محمد الغامدي والد الطالبة يارا. حياك الله أخوي محمد. يا هلا وسهلا فيك أخوي عبد الله. أول شيء طمني على يارا، كيف أمورها الآن؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، بشرك الحمد لله إن شاء الله أنها أحسن من أول إن شاء الله تعالى. أشوى رحتوا بهالمستشفى؟ نعم. طيب وش التفاصيل الحادثة؟ أول شيء أمسي عليك وعلى طاقم العمل وعلى السادة المشاهدين، وكل الشكر لكم للبرنامج اللي ساعد الجميع في صوت المواطن المسؤولي، والشكر موصول أيضا لصحيفة الباحة. طبعا يوم الاثنين الماضي بعد نهاية دوامي توجهت للمجمع اللي تدرس فيه ابنتي، ووجدت بجوار الباب يعني، وتفاجأت بالوضع اللي كانت فيه والمنظر المحزن صراحة يعني لطالبة صغيرة في هالسن. طبعا سألتها وقالت لي طحت على الأرض وأنا أنقل الكرسي من الدور الثاني إلى فناء المدرسة. طبعا ما قدرت تكمل حتى كلامها في وقتها، وردت علي تبكي يعني. فاتصلت، حاولت أكثر من مرة أتصل على المدرسة. طبعا توجهت للمركز الصحي،
طوالها الضماد واخذت مشهد بالحاله. الحمد لله على قضاء الله وقدره. وحقيقه يعني اللي حز في نفسي واستغربت ان حتى اداره المدرسه ما تكلفت باتصالي يعني على الاقل الى الان تعالوا اخذ بنتك او ودها المستشفى الى الان. انا صراحه الى الان يعني ما حد عبرني اساسا. طبعا من الحصه الخامسه اخوي عبد الله الى نهايه الدوام وكان الوضع طبيعي بالنسبه لهم. تمنيت يعني على الاقل بدي مع معلمه حتى وصولي يعني اذا كان ما في اتصال مراعاة للسنة يعني او انسانية حتى الانسانية على الاقل. طبعا قدمت الشكوى للصحيفة طلبت فيها بالتحقيق وقالوا لي حيتواصلوا مع ادارة التعليم الباحة. صدمت بالرد من ادارة التعليم الباحة يعني ان ما يحدث داخل المدارس وانتقال للطلاب والطالبات من قاعة الى قاعة اخرى يعد من المواصلات التربوية. وقالوا ايضا انه اثناء انتقالها من القاعة الدراسية إلى فناء المدرسة الداخلي تعرضت لخدش بسيط وهذا مو صحيح لأنها كانت تنقل كراسي ما تخصهم أصلاً. طيب الخدش البسيط يعني اللي يشوفونه بنظرهم بسيط أبغى أعرف لو أنه في إحدى بناتهم يعني أيوة بس حيكون ردهم ومتى بيكون مثل هالجرح مو بسيط إذا طيب. ماتت يعني أنت خلك معي يارا جنبك حولك يارا ما تقدر تكلم يا أخوي عبد الله يعني طيب أجل. طيب خلاص أنا بعدين بكلمها خليك أنت معي عشان كذا أنا معي محمد بن هضبان المتحدث الرسمي لتعليم الباحة. حياك الله أخوي محمد. أهلا وسهلا حياك الله أخي عبد الله وحيا الله الأخ محمد الغامدي. الله يسلمك. ومشاهدين الكرام أسعد الله مساكم بالخير ومساك يا سيدي. بس أنا بسأل أنه طالبة بال يعني هذا شكلها صغيرة جدا قاعدة تشيل المصات والكراسي ما في خادمات في المدرسة ما في يعني مستخدمات داخل المدرسة. اولا تصحيح للمعلومه اولا الحمد لله على سلامه الابنه يارا ونتحمد الله سلامه جميع ابنائنا الطلاب والطالبات ونسال الله ان يقيهم الشرور او الاصابات التي مشابهه لهذه. يارا ولله الحمد طيبه تاثرنا كثيرا جميعا وفي مقدمه الذين تاثروا بهذا المشهد سعاده المدير العام للتعليم المنطقه ووجه بتشكيل لجنه من عدد من المشرفات للشخوص للمدرسة والتأكد من الممارسة هل هي تربوية أو خلاف ذلك. كما شاهدت الابنة يارا الحمد لله أنها طيبة أصيبت بخدش نعم أثناء انتقالها من القاعة الدراسية إلى فناء المدرسة وهي داخل المدرسة. جميع المرافق التعليمية داخل المدرسة يستفاد منها وينتقل الطلاب من قاعة إلى قاعة من الفصل إلى المختبر إلى مصادر التعلم إلى فناء المدرسة حسب مقتضيات الحالة التعليمية وتحت إشراف تربوي مباشر. طالبة يارا الله يحفظها كانت منتقلة من الفصل الدراسي إلى فناء المدرسة في حصة النشاط. المعلمة وعدد من الإداريات حسب ما أفاد الأخوات المشرفات مشرفة العلوم المسلكية ومشرفة الصفوف الأولية ومشرفة التوجيه والإرشاد أنهم قاموا بنقل الكراسي للطالبات ولكن الابنة يارا يحفظها الله بادرت هي بطلب أنها تشارك في نقل كرسي الخاص بها هي فقط. لا يوجد لدينا أبدا تكليف لطلابنا أو طالباتنا بنقل كراسي أو ما شابه ذلك. المدارس ولله طيب. الحمد محمد خلك معي محمد أبو يارا وأيضا نقل الأثاث المدرسي طيب. كما ذكر طيب. يتم من خلال شركات مختصة. احنا عشان كذا انت موجود معنا عشان ترد يعني اذا كنا قلنا كلام خطأ انك انت تكون موجود ترد. أبو يارا البنت هي اللي طلبت الكلام هذا انه هي تشيل كرسيها. ممكن انها هي اللي طلبت ولكن انت اخوي عبد الله يعني هي طفلة يعني الصف الخامس أيه. يعني ايش توقع ردة فعلها لما يقولون لها تشيل الكرسي؟ ما يعرف مصلحتها. انا ما يهمني في الموضوع يا اخوي عبد الله أيه. ولا يهم الاخ محمد يعني اللي حز في نفسي ان ما حد تكلف انه اتصل علي على الاقل قال تعال خذ بنتك يعني من الحصه الخامسه الى نهايه الدوام وكانه ما فيها شيء والوضع طبيعي بالنسبه لهم. هذا اللي حز في نفسي يعني.
انا اوافقك الراي، حتى ان المدرسه ما كلموك بعدين وتسروا وسلامتها. والله العظيم انا معك، كلفوا علي حتى باتصال. وزين زين ان المعلمه على زق يعني اخذت لزق جروح حطت على الطالب. نعم حطت لزق جروح على الجرح يعني ما كان في مراكز صحيه قريبه من المدرسه، هذه الفكره. يعني اقلها يتصلون علي يقولون تعال وصل بنتك المستشفى. صح، واصلا ما في ممرضه في المدرسه. يا استاذ محمد ما في اللي اسعفها يعني معلمه ترى يعني ايه. معلمه جزاها الله خير. استاذ محمد تفضل. لا استاذ محمد بن هضبان. نعم اي الان يعني لا اتصلوا على ابوها ولا كلموا ابوها، يعني هذا ترى حزب نفسه شوي. أخوي ما في اغلى من البنت يعني عند الاب. اخوي عبد الله سم، اخوي عبد الله نعم بالتأكيد ما في لدينا أغلى من أبنائنا وبناتنا فلذلك أكبادنا، وكل طالبة وكل طالب في المدرسة هو ابن لنا وفي مقام أبنائنا الحقيقيين وهم أبنائنا فعلا. أخي العزيز، وزارة التعليم أولت صحة الطلاب والطالبات أهمية كبيرة جدا، واستحدثت إدارة الصحة المدرسية وكلفت في كل مدرسة مرشد صحي ومرشدة صحية، ويتلقون تدريب على مدار العام على مواجهة الحالات الطارئة. فيما يخص الابنة يارا، لم تتأخر المعلمة، اصطحبتها فورا إلى مكتب قائدة المدرسة، وقامت المرشدة الصحية بعمل الضماد اللازم لها وعمل مسحة طبية وأيضا لصق الجروح، وهذا متواجد في كل مدرسة. الصيدلية المبسطة لمواجهة مثل هذه الحالات. اسمح لي محمد، أنا والله أنا بس بقولك طلب منها من قائدة المدرسة، وأنا الحقيقة أشكر قائدة المدرسة ومعلميها ومعلماتها محمد إذا سمحت لي. لا أنت قاعد تشكر، أنت قاعد تشكر الجميع، بس اسمع مني ونتصل فيها الآن. محمد لو بنتي ولا بنتك أقول اتصلوا علي وشكرا يعني على هاللزق اللي حاطينه بوجهها. أنا محمد أنت قلت إنه الوزارة مسوية والضماد وما الضماد. أنا محتاج أعطيك السبب أخي عبد الله. محمد أعطيك السبب أخي عبد الله. من الناس قاعدين يشوفونا، أنا ما قاعدين نعطي الناس كلام صحيح والله. أخي عبد الله تفضل. أخي عبد الله أخي عبد الله تفضل يا سيدي إذا سمحت لي. تفضل أخي عبد الله. قائدة المدرسة ذكرت في إفادتها بأنها بلغت الطالبة، طلبت من الطالبة أن تتصل بولي أمرها، ولكن الطالبة كان لديها مشاركة جميلة في مشهد تمثيلي وكانت متحمسة جدا لأن تشارك زميلاتها، فرفضت أن يتم الاتصال بولي أمرها، ولم يكن الموقف يستدعي الاتصال بولي أمر. يا محمد الحادثة محمد ولله الحمد بسيطة محمد جدا. أنا معك وهي إذا سمحت لا ما الطالبة في 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 مؤسسة تربوية وهي مع معلمات وقائدة مدرسة يولونها كل الاهتمام والعناية والرعاية. والله لو بنتي أو بنتك أنا بقول لا اتصلوا علي، وما عليكم في البنت وش تقول لكم. خلينا نكون صادقين، يعني بنتي ولا بنتك بقول شكرا، يعني مديرة المدرسة يجب أنها هي تتواصل على طول مع ولي الأمر تقول تعال شوف البنت ودها إذا تبغى تطمن عليها، ولا تراها في أيدي أمينة، يعني هذا كلامي ترى بس. هي في أيدي أمينة، وفعلا لو كانت ابنتي لشكرت المدرسة على ما قامت. طيب أنا أبو يارا. تفضل أخي عبد الله تفضل. خلني أكلم يارا إذا ممكن. والله هي بنت خجولة يعني يا أخوي عبد الله. ما عليه حتى لو خجولة خلها شوي تتجرب. ما تقدر تتكلم صدقني، هذا اللي شفته يعني غير كلام الأخ محمد يعني. والله ما انا اقول انه احنا قاعدين قدام الناس نتكلم، فلازم انه يكون الكلام شوي يعني مقنع. معليش اخوي عبد الله، يعني تمنيت حتى من وزاره التعليم الباحه يعني اذا انها فعلا يعني تحس باحساس المسؤوليه وشكوى اولياء الامور اقلها اتصال يعني يسمع من ولي الامر او حتى الحمد لله على سلامه بنتك يعني. صحيح يعني وحنا عشان كذا ابو يارا اتصلنا عليك وقلنا نطمن على يارا، هذا اهم شيء عندنا، وانها طلعت بسلامه هذا مهم جدا. اللهم لك الحمد. والله يخليها لك ويخليك لها. واخوي محمد بن هضبان شكرا جزيلا لك، يعطيكم العافيه في تعليم الباحه، بس محتاجين تتواصلون مع بنتنا يارا وتهتمون فيها اكثر شوي. شكرا لكم ويعطيكم العافيه. أصبحت الأحوال المدنية من أكثر القطاعات الخدمية تطور في ظل ما يشهد هذا القطاع
من دعم وتطوير دائم، هذا من سنين طويلة، إلا أنه في أحالي رفحة يعانون من عدم وجود فرع نسائي في المحافظة، هذا يجبر السكان على أنهم يأخذون عوائلهم للسفر مسافة طويلة إلى عرعر لاستخراج الهوية الوطنية لنسائهم. تفاصيل أكثر في هذا التقرير مع زميلي علي الكثير، وراجعين من ثاني. لا يختلف اثنان على أهمية وجود الهوية الوطنية للنساء في هذه الأيام، وذلك لضرورتها في بعض الإجراءات والتي لا تتم إلا بوجودها، إلا أن نساء رفحة وقبلهم أولياء أمورهن يعانين الأمرين لاستخراج هذه الهوية والتي تعتبر من أبسط حقوقهن، وذلك لعدم وجود فرع نسائي في محافظة رفحة. بصراحة مشوار 300 كيلو مع الأهل ورايح جاي 600 كيلو ساهر فوق كذا حوادث، فأتمنى أنهم يفتحون فرع برفحة نرتاح، حتى لو يحطون يجون أهل القرى لينا على الهباس، يجون كل بناتهم بالأحوال النسائية. صراحة نعاني كثير حنا يا هالرفحة يسكن هالرفحة بالنسبة للفرع الأحوال النسائية، نظف 600 كيلو يعني إذا موعدك الساعة 10 الصباح يبغاك تمشي هناك على صلاة الفجر، ولازم تلغي بعض المشاغل اللي عندك، بعض الأمور المترتبة، لازم تأخذ العائلة معك برضو يعني، إذا جينا هنا برضو وراجعنا هنا ما راح نستلم الهوية الوطنية بالشكل السريع، راح يكون في موعد ثاني بعد راح نضطر أن نرجع ثاني مرة على 600 كيلو رايح جاي، يعني معاناة. مع العلم هناك في وعود في فرع نسائي برفحة ولا شفنا شيء إلى الآن، احنا بصراحة قاعدين نعاني بشكل غير طبيعي. وعود كثيرة عفى عليها الزمان ولم تتحقق، في نفس الوقت الذي يضطر فيه أهالي رفحة للسفر مسافة 600 كيلو مترا ذهابا وإيابا لمراجعة الأحوال المدنية في مدينة عرار، مع الأخذ بالاعتبار أن هذه الرحلة قد تتكرر مع كل موعد للأحوال المدنية. وإحنا نجي الحين أكثر من 300 كيلو، هذه معنا في ناس اصلا ما يقدرون، ما عندهم امكانيات، في ناس ما عندهم ذكور يجيبونه من وهو الامر هذا مطلوب من الدوله يعني يجب انها تعطينا الخدمه والعنايه الكافيه، والعنايه والخدمه موجوده ما مقصرين الدوله، بس الله اعلم وش العلم وش والتقصير ما احنا عارفين وش. مدير الاحوال المدنيه في مدينه عرار والذي يرفض الظهور او التصريح او حتى التصوير، لا يظهر أن لديه للقادمين من خارج مدينة عرار أي تسهيلات أو حلول، في وقت يعاني فيه القادمون من رفحة والقرى المجاورة لها بعض التعقيدات البيروقراطية، كعدم السماح للابنة باستلام الهوية بالإنابة عن والدتها الكبيرة في السن أو المقعدة، والتي قد لا تستطيع قطع المسافات الطويلة لاستلام الهوية الوطنية. للإخبارية علي الكثيري، منطقة الحدود الشمالية. ينضم لهنا بالاستوديو للحديث عن هذا الموضوع جزاع الماصي مراسل قناة العربية في المنطقة الشمالية للمملكة العربية السعودية، حياك الله يا جزاع. الله يحييك، يعطيك العافية. الله يعافيك، ومسافة طويلة قطعتها عشان تجينا. الله يسلمك، فاحنا متشرفين فيك حقيقة. الشرف لي، الله يعافيك. المسافة اللي يقطعها الواحد عشان يروح من رفحة لعرعر 600 كيلو رايح جاي، صحيح؟ صحيح. طيب ليش طول هالسنوات ما كان في فرع الأحوال المدنية للنساء عندكم؟ هذا سؤال حقيقة المفروض تجاوب عليه وكالة الوزارة للأحوال المدنية. أنت صحفي وعندك علم أكيد. أي نعم. فأنت ذكرت تقول الواحد لابد أن يقطع 600 كيلو، المشكلة مش أي واحد. أيوة. المرأة بالتحديد أياً كان عمرها لابد أن تقطع 600 كيلو فقط للتقديم، فقط للتقديم على الحصول أو استخراج الهوية الوطنية، وستقطع المسافة ذاتها أيضاً لاستلام البطاقة بنفسها. هنا المحصلة الإجمالية بالمسافة 1200 كيلو متر لابد على المرأة في رفحة أن يستلزم عليها قطع هذه المسافة لتمتلك الهوية الوطنية. كثير من النساء في رفحة الآن حقيقة يعتبر هذا أو هذا الكيلو يعتبر بالنسبة لهم عائق كبير جدا. في أسر لا يوجد لهم عائل، فيه أسر أو نساء كبار في السن ما يستطيعن الذهاب. المشكلة عند الأحوال المدنية دائما وفي كل مرة حقيقة تذكر الأحوال المدنية، قصدك العذر اللي يقولون، العذر اللي يقولون وعذر مستهلك في كل مرة، أنه جاهز المبنى وإن شاء الله خلال فترة قريبة أشهر قليلة قادمة سيفتتح الفرع. كم لهم يقولون لكم أشهر؟ أكثر من خمس سنوات. أكثر من خمس سنوات. هذا اللي أنا طيب أنت كان لك قصة
نعم في السناب. صحيح. أنا بأخذ القصة هذه بس بعد ما أخذ محمد الجاسر المتحدث الرسمي للأحوال المدنية. حياك الله أخوي محمد. حياك الله. أهلا وسهلا. يا مرحبا. خمس سنوات مزعلين هالرفحة عليكم. طبعا الخمس سنوات هذه أو ما أتوقع أن تكون خمس سنوات لأن المبنى جاهز إنشائيا إن شاء الله منتهي، باقي الربط التقني إن شاء الله. إيه. وراح يشتغل قريب ان شاء الله. يعني. اي متى عشان بس عشان بس ما يزعلون علينا هالرفحه ترى. شوف بقول لك يعني شيء سم. بالنسبه للتجهيزات للمباني الحكوميه انت عارف لازم يكون فيها اعتمادات مع جهات اخرى غير الاحوال. صحيح معك. يكون فيه تحديد مبنى بمواصفات معينه باحتياطات امنيه بتقنيات معينه بربط مع جهات معينه كمركز المعلومات الوطني باعتماد من وزاره الماليه. ايه. يعني انت عارف هذه كلها أنا معك. هذه كلها تقوم الاحوال المدنيه فيها. اول شيء كان يعني يكون في مبنى يعني مناسب يتقدموا فيه، انت عارف برضو يدخل في نظام المناقصات الحكوميه. ايه. كلام منطقي يا اخوي محمد. صحيح انه انتم تحتاجون في اشياء ما لكم دخل فيها انتم كاحوال مدنيه. نعم الاحوال المدنيه لا ما لنا دخل، احنا ما لنا في نفسنا في المسؤوليه. إيه؟ احنا نتابع الشيء هذا ونحاول نسرع باكبر وقت يعني. طيب. ايضا استعنا بخدمات المتنقله عندنا بحيث انها تكون تجي تقيم اسبوع او اسبوعين لدى المنطقه انهاء جميع المتقدمات وتكون بصفه دوريه يعني ما هي مره ولا مرتين. صحيح. جزاء دي داخل معك اذا ما عليك امر. كيف حالك استاذ محمد؟ حياك الله في جزاء. الحقيقة الأخ محمد الجاسر دائما ما يذكر هذا الكلام في أكثر من مناسبة حقيقة، كل ما يتعلق الأمر في فرع قسم نسوي للأحوال المدنية. يعني زعلان عليكم فرضا؟ لا هو مش أتكلم على الجانب الشخصي. أي. ولكن أنا أتكلم كمنظومة عمل. أي. يستلزم من 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 وكالة الأحوال المدنية أن تنظر بعين الاعتبار للمرأة في رفحة، وإلا لابد أن تستثني المرأة، أقصد تستثني المرأة في رفحة من ضرورة استخراج هوية. نعم استخراج هوية عندما تريد أن تفتح حساب بنكي أو عندما تريد أن تستخرج شرائح اتصال. حتى النساء حتى الجوازات عندكم موجود قسم النساء؟ لا مش موجود. حتى قصدك جواز السعوديين مش موجود حتى الرجالي. هذا ممكن نعقب عليه في فترة، لكن أنا أتكلم المرأة في رفحة لا تستطيع أن تستخرج أيضا حتى شريحة اتصال. كثير من النساء في رفحة جوالاتهم أو أرقام اتصالهم بأسماء عيالهم خادماتهم. يعني تصل المسألة أنه ما تستطيع المرأة أن تفتح حساب بنكي، ما تستطيع المرأة أن تقدم على معاملات إلكترونية وظائف إلكترونية، ما تستطيع المرأة أن تنجز طيب معاملات. هو الآن الموضوع يقول لك أستاذ محمد أنه الموضوع موجود عند جهات اخرى مو موجود عندنا فقط حنا. استاذ محمد ذكر معليش بس جزئيه استاذ محمد لو سمحت بقول لك شيء بس الله يحفظك. إيه؟ سم. بالنسبه لالزاميه الهويه الوطنيه للمراه الامر السامي الكريم الزم في عام 1441 راح تكون الزام. صحيح. الان البطاقه ما هي ملزاميه لا هي في وظائف ولا في بنوك ولا في اي شيء. كيف؟ ليست الزاميه. مش الزاميه؟ لا يقول لك ما هي الزاميه. الزاميه عند افتتاح حساب بنكي. لا حساب بنكي هذا تراجع البنك يعني، لكن الاحوال المدنيه ما تفتح حساب بنكي الا مع بطاقه هويه. هو يقول تحملوا يخلي. هو يقول لك تحملوا انه احنا يصير لنا مشاكل مع جهات ثانيه بسبب انه ما في قسم نسائي. هذا الفكره. بالنسبه للبطاقه الهويه الوطنيه او المراه السعوديه بشكل كامل الاحوال إيه؟ المدنيه مستشعره المواطنات في كل مكان ما بس في رفحه او في اي إيه؟ مكانات. الان في سنه واحده افتتحنا اكثر من 28 مكتب نساء في سنة واحدة فقط. والقادم أكثر إن شاء الله. في مداخلة أستاذ محمد لو سمحت. ايه؟ الأخ محمد الجاسر صرح في صحيفة عكاظ. ايه؟ في تصريح نشرته عكاظ في شوال 1435. ايه؟ أي قبل نحو أربع سنوات أو قال بأن افتتاح المكاتب يحتاج لتجهيزات فنية ودعم موارد بشرية، ومكتب رفحة ضمن المكاتب المدرجة هذا في عام 1435 وهو يقول خلال عام فتحنا أكثر من مكتب. يتكلم عن مكتب رفحة ضمن المكاتب المدرجة في عام 1435 في موضوع نشرته عكاظ. أيضا في صحيفة الرياض رجع عفوا وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية ناصر العبد الوهاب صرح أيضا لصحيفة الرياض في
1437 قال نصا بأن العمل جار على تهيئة المبنى ليكون فيه قسم نسائي ويحتاج إلى قرابة أشهر قريبة. هذا في 37. هذا في 37 أشهر قريبة كذا نصا. وفي الآن الأشهر القريبة أضافوا عليها الأحوال المدنية سنة وأشهر لم يفتتح المكتب. أيضا صحيفة عكاظ نشرت أنه ننتظر الوعد يا العبد الناصر العبد الوهاب. كل هذه الأشياء حقيقة يعني تؤرق المجتمع في رفحة، يعني النساء في رفحة. النساء أي نعم. عندهم مشكلة. أخوي محمد أنا عارف أنه في مشكلة، يعني أنتوا عندكم جزء وفي جهات أخرى عندها أجزاء كبيرة أنتوا. أكيد معنا أي. معنا الأمانة رفحة، معنا الدفاع المدني، معنا وزارة المالية، معنا مركز المعلومات الوطني، معنا وزارة الخدمة المدنية. طيب. جميع هذه الجهات الأحوال المدنية تنسق معها. طيب. حيث أنه يفتتح المكتب، إحنا نكون مستعجلين وإحنا لنا رغبة أكثر. صحيح. من المواطن نفسه أن يفتح المكتب. صحيح. ونخدم الناس ونوصلهم. طيب. في أماكن تواجدهم. اي عائق احنا راح نذلله باقصى يعني سرعه، لكن في اجراءات مثلا نصدم فيها ما نقدر نتجاوز. لكن تصريحي في عكاظ بانه المكتب مدرج، المكتب مدرج معناته انه تمت الموافقه عليه من المقام السعودي. طيب هذا الادراج. طيب. لكن البحث عن مبنى مناسب. نعم. تعاقد مع مقاول لتهيئه المبنى، توفير الكادر البشري، توفير الكادر التقني، توفير الأجهزة، توفير كل شيء. هذا يحتاج وقت يعني. ترى أنا عندي واحد من الشباب رئيس تحرير من رفحة، وهنا واحد من رفحة، ولذلك أنا محاصر من الاثنين، فأنا بحاول أكون معك شوي. أبداً أنا أسمع الله يحفظك. أنه بالنسبة للاتصال على الأحوال المدنية وأنا نقول ما فيها أنفسنا. الموضوع طيب ممكن يكون محمد بس كثير. هل في وعد ممكن نقوله لأهل رفحة بس نبشرهم بشيء قريب؟ والله شوف أنا آخر التحديثات اللي اليوم أن المبنى ممكن الأخوان في رفحة أنهوا المبنى وجاهز إنشائيا إن شاء الله، باقي الربط التقني إن شاء الله ينتهي الموضوع. طيب الله يجزاكم خير، شكرا لك أخوي محمد الجاسر، وشكرا لدائما تواجدك معنا. محمد الجاسر المتحدث الرسمي للأحوال المدنية، شكرا جزيلا لك أخوي جزاء. تصور ان شاء الله انه يعني فتره بسيطه ان شاء الله والموضوع ان شاء الله ينتهي، بس انا ابغى قصه اللي قلتها بالسناب اظن على الوالده. اي نعم. إيه؟ قبل ادخل القصه، المبنى فعلا جاهز زي ما ذكر الاخ محمد. إيه؟ جاهز من عده اشهر، الموظفات يداومون في عرعر، فقط التاثيث. وحنا مشكلتنا هو مشكلة. يقول لك باقي ربطه، اتصور الربط اعتقد لا يحتمل كل هذه السنوات، لكن وهذا انا مش متخصص لكن اتوقع انه لا يحتمل هذا الامر. طيب. ايضا جزئيه كثيره، احنا مشكلتنا دائما اهالي رفحه الجوازات السعوديين يقولون المشكله في عدم وجود طابعه، والاحوال المدنيه عدم وجود تاثيث او ربط زي ما ذكرت. طيب ايش قصه الوالده في موضوع الاحوال؟ والله قصه الوالده يعني حقيقه يعني شيء غريب، هو زي اي شخص يطلع من رفحة يروح يتقدم على استخراج بطاقة هوية لعائلته، فأنا كان معي الوالدة وأختي. إيه؟ فدخلوا داخل القسم النسوي وقدموا على طبعا بعد التقديم الإلكتروني وخلصوا الإجراءات، وحتى أنه ذكرت أختي أنه هل تجي بعدين او كذا، قالوا لا جيبي صوره الجواز او صوره البطاقه القديمه وكرت السجل المدني. المهم مشينا ورجعنا في شوال، في شوال العام الماضي، في بدايه شوال بدايه الدوامات بعد الاجازه، فقالوا لازم تحضر الوالده. طبعا الوالده في العقد التاسع من العمر، في البدايه انا جبتها بحيث انه هم المفروض انه لكن ممكن انه يعني قلت ما يخالف. قالوا لازم، اصروا انه لازم تحضر الوالده تستلم بطاقتها. يا جماعة المسافة طويلة والوالدة كبيرة في السن، عمرها 90 في العقد التاسع. ايه؟ نعم في التسعينات. فأصروا أنه لازم تحضر الوالدة. طيب وش السوات؟ رحت المدير الفرع هناك في عرعر. ايه؟ فقال والله أنا مالي سلطة عليهم، وهم قسم على طول هم يتوجهون إلى الوكالة نفسها. برضو راحت أختي كذا مرة، المهم أنه توقفت جميع هذا فمشيت. طبعا اخذت الامر هذا يمكن اربع اشهر. ايه فما هي جايه، قالوا هم نجيبه. طبعا قال لي مدير الاحوال انه ممكن، فارسلت ايميل الوكيل الوزاره للاحوال المدنيه ناصر عبد اللطيف العبد الوهاب، عفوا العبد الوهاب، من بكره ارسلت ايميل في حدود الساعه 1 بالليل او كذا، من بكره الصباح يتصلون علي احوال عرعر القسم. تعال خذ بطاقتك. قالوا تعال خذ بطاقتك.
قلت لا الحين انا ماني فاضي بعدين اخروها شوي بعدين. طيب فدرى عبد الوهاب هذا قال لا الله لا يهينهم هم يطلعون ويسلمون الكبير في السن. طيب. في مكانه. وهذه خدمه مره جميله. وهذه خدمه جميله لكن نفتقدها الحقيقه في الحدود الشماليه يفتقدونها كبار السن. واتمنى انه من هالمنبر هذا انه كبار السن ما يقطعون هذه المسافه الاحوال. مدام كرسلت وتجاوب معك التجاوب هذا شيء ايجابي. اتمنى انه يتجاوبون اللي في عرار. انا شاكر لك اخوي جزاء الماصي يعطيك العافيه. الله يعافيك. وما قصرت ودايم تقاريرك فيها ذبايح ولذلك احب تقاريرك. حبيبي شكرا لك. الله يحفظك. الله يعافيك. المحكمة الإدارية في جدة قضت بإلغاء قرار الأمانة المتضمن إزالة سوق البوادي لوجود تعديات على شارعين لها أكثر من 20 سنة من قبل الشركة المستثمرة. وأوضح محامي الشركة بأن الأمانة كانت طوال 20 سنة ترخص للمحلات. السؤال كيف كان المحلات المرخص لها معتدية على شارعين؟ وينضم لي من استديوهاتنا في جدة المحامي أحمد السلامة. حياك الله أخوي أحمد. الله يحييك أستاذ عبد الله. الله يطول عمرك. إيش الأسباب اللي خلت الأمانة يعني تصدر قرار بإزالة السوق؟ حنا طول عمر نتكلم اليوم عن صدور قرار من المحكمة الإدارية بإلغاء القرار. أيوة. اللي قررته الأمانة بالإزالة. أي. لقناعة المحكمة بعدم صحة هذا القرار. يعني حنا نقول الحمد لله أنه اليوم المحكمة صدرت مثل هذا القرار لتنتهي كل الإشاعات السابقة اللي أثيرت حول السوق ومن اعتداء وخلافه. أما ما ذكرته من أنه سبب الأمانة لاتخاذ هذا القرار أعتقد أنه هذا أمر يحال إلى الأمانة لتجيب عنه. طيب الآن موقف الشركة المستثمرة من كلام الأمانة هذا إيش كان؟ موقفنا احنا انه اقمنا الدعوة إدارية وكان القضاء هو صاحب الكلمة الفصل في المسألة. بس متعدين على شارعين يا احمد صح؟ حكم المحكمة يقول عكس ذلك. وش يقول حكم المحكمة؟ يقول انه لا يوجد يعني يقول انه الغى القرار وبالتالي ما طرحته او ما ادعته الأمانة غير صحيح. هذا دليل انه انت محامي شاطر. لا طول عمر دليل انه هذا الحق. طيب ايش الادله اللي قدمتوها يعني انت كمحامي قدمتوها عشان يلغى هذا القرار؟ الحديث عن الادله امر غير مقبول في هذه المرحله. القضيه ما زالت في طور التقاضي في رغم صدور حكم ابتدائي. إيه؟ وبالتالي احنا بس نؤكد وهدفنا من المشاركه اليوم انه احنا نؤكد على ان الحكم ادى الى انهاء الاشاعات اللي اثيرت سابقا انه من وجود اعتداء وانه الحق ظاهر بانه السوق لم يكن فيه اعتداء. وكما ذكرت انت 20 سنة يرخص للمحلات وتقدم لها الخدمات ولو كان يوجد اي اعتداء لكان ظهر للجميع. سوق البوادي يعني له ذكريات كبيرة جدا عند الاهالي في جدة ولذلك الناس يعني خايفين انه يزال هذا السوق. هذه الفكرة ترى ان شاء الله انه باقي وان شاء الله انه يخدم المجتمع ويخدم المنطقه ويخدم جميع الشرائح. واعتقد انه احنا والجهات الحكوميه تكامليين في خدمه المجتمع وخدمه وتقديم خدمه للمواطن ان شاء الله. اذا نقول للاهالي في جده انه سوق البوادي لا زال مستمر وموجود وسيروا على السوق لا تبعدون عنه. ها اي نعم. كويس. طيب اخوي المحامي احمد السلامه شكرا جزيلا لك ويعطيكم العافيه. كشفت الجمعية السعودية للسكتة الدماغية تسجيل 20,000 حالة سنوياً. جاءت الرياض الأولى ب20% من إجمالي الحالات المسجلة فيما جت جدة ثانياً. وأوضحت الجمعية خلال ورشة عمل للسكتة الدماغية بمستشفى الملك عبد العزيز الجامعي في جدة أن المملكة تسجل ما بين 50 إلى 100 حالة إصابة بالسكتة الدماغية يومياً. وقالت أن إحصائياتها تشير إلى أن السعودية تسجل سنوياً ما يقارب 20,000 حالة جديدة منها 4,000 حالة تنتهي
بالوفاة. ينضم لي من استوديوهاتنا في مكة المكرمة دكتور محمد المخلافي استشاري السكتة الدماغية، حياك الله دكتور محمد. حياكم الله أخوي عبد الله وشاكر استضافتك ومساء الخير للمشاهدين. شكر لك يا سيدي، بس أبغاك تحدثني يعني تفصيلا بس بطريقة أفهمها أنا، لأنه أنا بتعب شوية، فأبغاك تحدثني بطريقة أفهمها. إيش الإحصائيات هذه، تخوف ولا هي عادية؟ طيب والله أخوي عبد الله هي الإحصائيات هذه تحذيرية وتقريبية، يعني لا أخفيك بعدم وجود إلى الآن أي تقديرات دقيقة صادرة من وزارة الصحة تشير إلى الأعداد الحقيقية للسكتة الدماغية في المملكة. إيه؟ الإحصائية التي أصدرت في البيان الصحفي ارتكزت على دراستين حديثة، إحداهما أجريت في منطقة عسير، أجرى الأستاذ الدكتور عادل الهزاني من جامعة الملك خالد، شملت لمدة عام كامل تسجيل جميع الحالات الجديدة السكتة الدماغية في 6 مستشفيات في المنطقة. هذه الدراسة اللي أجريت في عام 2016 خلصت إلى أن نسبة الإصابة التقديرية للإصابات الجديدة بالسكتة الدماغية ما توازي تقريباً 20,000 إصابة على مستوى المملكة، يعني إذا عممنا على مستوى التعداد السكاني في منطقة عسير ثم عممنا على مستوى التعداد السكاني في المملكة العربية السعودية. فكما ترى يعني والمعلومية السكتة الدماغية هي مرض بشكل عام يصيب كبار السن، يعني التقدم في السن هو أحد عوامل الخطورة الإصابة بالسكتة الدماغية. أيوة. فلذلك يعني هذه الأرقام التقديرية هي أرقام في وجهة نظري أرقام متحفظة نوعا ما، لأنها تستهدف الأعداد المصابين في الشريحة العمرية ما فوق 50 عام. كما تعرف أستاذ عبد الله المملكة العربية السعودية ما زال المجتمع شاب، إحنا 70% من المجتمع السعودي تحت سن 30 سنة. ففي خلال 30 سنة تقديريا إلى إذا لم تستحدث البرامج لمنع حدوث السكتة الدماغية أولا ثم التعامل معها، الحالات راح تزيد بشكل أكبر من الأعداد المتوقعة. دكتور محمد بس أنا أبغى أعرف الأعراض، لما تجي الأعراض هذه إنه ممكن الله يستر. طيب السكتة الدماغية يعني أعراضها هي كما الاسم يعني يدل، هي سكتة، هي أعراض تبدأ بشكل مفاجئ وعرض خلل في الجهاز العصبي. الأعراض العادة التي تأتي هي حدوث ضعف في جهة كاملة من الجسم، يعني الوجه اليد والقدم في ناحية واحدة. أيوة. حدوث اعتلال في الكلام أو صعوبة في الكلام أو الفهم، وأحيانا انحراف في الوجه قد يصاحب هذه الأعراض. فهذه الأعراض أحدها أو كلا أو جميعها هي إشارة إلى الإصابة بالسكتة الدماغية. وبذلك إحنا دائما يعني هي تختصر في كلمة عاجل، العين عسر في الكلام، الألف إعوجاج في الوجه، جيم جهة ضعيفة من الجسم، واللام لا تتأخر في طلب المساعدة. فإحنا دائما الجمعية تحرص في رسالتها التوعوية أنه أي مريض أو أي قريب لأحد يعاني أحد هذه أو جميعها يتصل يطلب المساعدة والتوجه إلى المستشفى دون تأخير. كيف أتجنب أنا السكتة الدماغية هذه، أو أنه الطرق العلاجية أني أنا أبدأ أتجنبها وأتنبه لنفسي إذا بديت أحس بالأشياء هذه؟ نعم، كفاكم الله الشرور أخوي عبد الله. يعني السكتة الدماغية هي مرض وعائي، فالأمراض التي تؤثر على الجهاز الدوري الدموي والوعائي ارتفاع ضغط الدم، السكري، ارتفاع الكوليسترول، التدخين، النظام الصحي، الغذاء الصحي أو عدم ممارسة الرياضة بشكل منتظم، جميع هذه العوامل كلها ترفع نسبة زيادة الإصابة بالسكتة الدماغية. السكتة الدماغية أكثر يعني بناء على الدراسات اللي موجودة عندكم يعني الحديثة، هل هي نسائية أكثر أو رجالية أكثر أو ما لها دخل بالجنس؟ والله هي التقديرات العامة تشير إلى أنها تصيب بشكل عام في كبار السن تصيب النساء أكثر، قد يكون سببها أن السيدات يعني طول العمر يكون أكثر لدى السيدات الله يحفظهم، لكن بشكل عام من ما بشرتنا يا شيخ، من حسب التقديرات هي تقريبا قد تكون 50-50% يعني متساوية في المملكة العربية السعودية. يعني الحين أنت قاعد تقولنا يا دكتور أنه الحريم عمرهم طويل والرجال شوي أقصر؟ هذه في نعم، هذا على في الحد العالمي، هذا صحيح. نعم. انت بتسوي لنا مشاكل كذا. لا الله يعطيهم طولة العمر يا سيدي، ما نبغى مشاكل معك. طيب هل السكتة الدماغية ممكن تصيب شخص بعمر 25-30 سنة؟ هي نادرة لكن نعم تصيب، يعني التقديرات نسبة حدوثها في الأشخاص ما دون سن 40
10 في كل 100,000، يعني في المليون تقريبا لو ضربناها في 10 يعني 100 شخص، 100 شاب في كل مليون نسمة تصيبهم السكتة الدماغية، فهي نادرة من فضل الله تعالى لكن موجودة ومثبتة. نعم. طيب، تحتاجون ظهور إعلامي أكثر الفترة الجاية بحيث تنبهون أكثر، وإحنا قمنا بجزء من الدور لكن الباقي عليكم. أنا شاكر لك على حضورك دكتور محمد المخلافي، يعطيك العافية، شكرا جزيلا لك من مكة المكرمة. أعلنت المساحة الجيولوجية عن أنها رصدت صباح اليوم هزة أرضية على بعد 21 كيلو شمال النماص القريبة من عمارة منطقة عسير بقوة 2.7 درجات على مقياس ريختر، شعر بها بعض الأهالي القريبين من مركز الهزة، وأرجعت في تغريدة لها على تويتر إلى عدم الإعلان عنها في حينها لكونها لا تشكل خطر على الأهالي وقوتها دون 3 درجات على مقياس ريختر. في مصر حصل فريق نادي الطيران الشراعي السعودي على المركز الرابع لبطولة العالم للطيران الشراعي، نتعرف أكثر على هذا الفريق السعودي والمسابقة أيضا في هذا التقرير وراجعين من ثاني. أسس فريق الطيران الشراعي السعودي بقرار من مجلس الوزراء بتاريخ 21/7/1421 للهجرة، حصل على المركز الرابع بجمهورية مصر العربية لبطولة العالم للطيران، وواجه فريق الطيران الشراعي السعودي تحديان. الأول يقوم على تحدي القدرة متعرجات تحت مظلة الاتحاد الدولي العالمي، وكان التحدي الآخر النزول على النقطة، يكون على أن يقوم المتسابق بتطفية المحرك على ارتفاع معين وبعدها النزول على نقطة مرسومة. شارك في البطولة 37 متسابقا من 18 دولة عالمية، وهذه المسابقة العالمية لا تعتبر الأولى للفريق السعودي، حيث أنه سبق له وأن شارك في بطولة إستونيا ولم يدخل ضمن الأربعة الأوائل، حيث أنه حسب الأنظمة البطولة يكرم أول 4 مراكز، وحقق الفريق السعودي المركز 9، ويعتبر صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان الداعم الأول لهذا الفريق في جميع مشاركاته. لبرنامج الراصد عبد الله المقيرن. ينضم لي من الدمام شيخ الشباب عارف الشمري أحد أعضاء الفريق الطيران الشراعي السعودي، حياك الله يا عارف. حياكم الله، الله يحفظكم. أنا قلت شيخ الشباب صح ولا أنا غلطان؟ والله تشوف أنت بالصورة يعني. لا شباب ما شيء واضح. طيب أنا أبغى أسألك الآن، أنت بهذا السن بسم الله ما شاء الله وأحد أعضاء الفريق، أنت تمارس رياضة الطيران الشراعي إلى الآن؟ نعم، أنا أمارس حقيقة من أكثر من 5 سنوات. إيه. وممثل المملكة في الاتحاد العالمي للطيران. إيه. شاركنا مسابقات كثيرة حقيقة، وكذلك شاركنا بعض الدول الخليجية في الاحتفالات الأيام الوطنية، إضافة إلى مشاركتنا حقيقة في مملكتنا العزيزة بالمنطقة الشرقية، ومشاركة في الأيام الوطنية نرفع الأعلام في هذه المناسبة. أنتوا في مصر، عرفني على اللي سويتوه في مصر. حقيقة كان إبداع من شباب الطيارين، والعدد كان أكثر من 9، المفروض أن كنا نروح 9 لكن لظروف العمل ما حصل إلا 4 طيارين. أيه. فالحمد لله كان إنجاز مقابل حقيقة طيارين عمالقة مثل أليكس، وهذا بطل من أبطال العالم، حصل على البطولات أو المراكز الأولى حقيقة تقريبا 8 سنوات متتالية، كذلك رافائيل من إيطاليا. حقيقة الشباب قارعوا هؤلاء الأبطال حتى وصلوا لهذه النتيجة، وإن شاء الله بإذن الله تعالى نعد من خلال دعم رئيس الطيران إن شاء الله في المراكز الأولى المتقدمة، بل إن شاء الله نحصل على المركز الأول. طيب خليك معي يا أخوي عارف، معي حسين محمد غازي أيضا أحد اللي مشاركين معكم أعضاء الفريق السعودي للطيران الشراعي، حياك الله أخوي حسين. يا مرحبا يا طلافة. الحين اللعبة هذه إعلاميا ما هي مخدومة كثير، بس أنتم قاعدين تحققون إنجازات. صحيح. إيه، كيف الآن شفتوا تفاعل الناس معكم بعد ما حققتوا هالإنجاز المركز الرابع على مستوى العالم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله يعني كان إبداع من الشباب اللي كانوا معنا في
علما بالامكانيات اللي عندنا، والحمد لله قدرنا نحقق المركز الرابع عالميا او دوليا من 18 دوله مشاركه. الدعم التغطيه زي ما تقول تكون معدومه، او ان الصوت ترى ما هو واضح، ولذلك الشباب اتصلوا عليه من جديد، صوت ما هو واضح. اخوي عارف معك طال عمرك. الحين انتم داخل السعوديه شلون تستعدون للمسابقات اللي تصير؟ من خلال التدريب ومن خلال المعسكرات اللي نقيمها في مطار ثمامه، وحقيقه متوفر لنا معدات، والجماعه ما قصروا، سواء رئيس النادي ومطلع كذلك صاحب السمو الملك الأمير سلطان حفظه الله تعالى، وهو الداعم الأساسي بل هو الأب الروحي لهذه الرياضة. كم عدد الفريق إذا ممكن نقدر نحصر عدد الفريق؟ عدد الفريق إلى الآن 9 طيارين هم اللي يشاركون في البطولات العالمية. التسعة طيارين هذول الآن يعني قاعدين يحققون لنا مكاسب كبيرة جدا. المركز الرابع هذا يعتبر لنا، يعني عشان بس احنا ما عندنا معلومات عنكم، فالمركز الرابع يعتبر كبير بالنسبة لنا الآن؟ جدا يعتبر كبير، لأنه لسه بادين احنا في هذه الهواية حقيقة. أقصد المشاركة في البطولات العالمية كانت أول مشاركة لنا العام الماضي في أستونيا 2016، فحققنا مركز جيد والحمد لله. أما الآن فالحمد لله أنا قاعد أشوف أن الشباب حقيقة ينجزون بإبداع حقيقة. طيب أخوي حسين باقي معي؟ نعم معك أخوي. أي بسألك الآن، ما في سيدات معكم إلى الآن، أنتوا بس مجرد شباب؟ صحيح شباب. طيب هل ممكن أنه ينضم لكم نساء ينضمون للتدريب وبكرة يمثلوننا برا؟ والله ليش لا، كل الدول يعني في معنا تقريبا أكثر من 6 أو 7 سيدات كانوا موجودين في البطولة، ولهم درجات الأول على السيدات الثانية زي كذا، وحققوا مراكز يعني. طيب الآن مسابقة الاتحاد الدولي اللي أجريت في مصر معتمدة دوليا؟ نعم معتمدة دوليا. كم كان معكم دولة؟ كان معنا 18 دولة مشاركة. 18 دولة؟ 18 دولة. طيب انا شاكر لك اخوي حسين محمد غازي، يعطيكم العافيه والله يقويكم. اخوي عارف معاك، وش اكثر شيء تحتاجونه الفتره الجايه عشان تتطورون اكثر وتجيبون لنا انجازات بعد؟ حقيقه انت ضربت الهدف حقيقة. نحتاج الدعم حقيقه، نحتاج الدعم من المؤسسات الحكوميه كذلك اداره النادي. ولا يسعني حقيقه الا ان اشكر الاستاذ او الكابتن عايد القاسمي، حقيقة كان داعمنا بشكل كبير وذلل بعض الصعوبات اللي كانت حقيقة تعيق مشاركتنا في هذه البطولة. بس وش الدعم، الدعم اللي تحتاجونه وش يعني تحديدا؟ احنا مبدئيا نحتاج دعم من معدات وبراشوتات ومحركات جيدة يعني. هذا اللي نحتاجه الآن. وكذلك المواقع، إلى الآن نحن نعاني في مسألة المواقع حقيقة في المنطقة الشرقية، وإن شاء الله أنها تحل بفضل جهود الأخوة في أعضاء النادي، أقصد رئيس النادي والأعضاء إن شاء الله. يلا شيخ الشباب يمثلنا خير تمثيل. الله يحفظك والله يقويك أخوي عارف الشمري، شكرا جزيلا لك ويعطيك العافية. في لمسة وفاء اليوم، الأمير منصور بن مقرن بن عبد العزيز رحمة الله عليه أحبته عسير، فكان فقده عليها عسيرا. الأهالي في منطقة عسير يتذكرون هذا الرجل بكثير من الامتنان رحمة الله عليه. نشوف هذا التقرير عن سمو الأمير رحمة الله عليه، وأيضا احنا بنكون معاكم بإذن الله لكن يوم الأحد إن كنا من الأحياء. استودعكم الله. إن شاء الله 3 شهور هم مخلصين إن شاء الله، ما خلصوا تعال اشتكني أنا. خلال فترة وجيزة قضاها في منصب نائب أمير منطقة عسير، استطاع الأمير منصور بن مقرن أن يكسب حب الكثيرين، فأحسن الله عزاء المملكة في وفاته هو ومرافقيه 11، ما بين مسؤولين وموظفين وطاقم الطائرة التي تحطمت بهم. الأمير المخلص في أداء الأمانة التي أوكلت له، والذي كان مجتهدا في حفظها وصونها، مثابرا في متابعة كل ما يخص منطقة عسير حتى
في أدق تفاصيلها، مآثره التي بقيت تروى عن حبه لأبناء وطنه وحرصه على إبعاد كل ما يزعجهم ويضايق أهلهم بمتابعة أي قضية متعثرة أو حتى ديون متأخرة. الأمير منصور بن مقرب بن عبد العزيز نائب أمير منطقة سبحة، أذكر لما جينا في لجنة التراحم في رمضان نادالي قلت شف عندنا 254 مدري 64 سجين، لازم يا فايز بإذن الله تعالى بكرة يفطرون مع عائلاتهم. ومهما بلغ حزن الجميع لن يصل إلى مقدار حزن الأمير الوالد مقرن بن عبد العزيز في فقد فلذة كبده، فكان في استقبال جثمان الفقيد بنظرات موجعة لحد الاختناق. جبال أبها التي أحبها رحمه الله كانت باكية في ليلة فراقه، لابسة ثياب الحداد لا ترويها الأمطار، فغيمة الحزن غطت المكان ولا حتى دموع الأعين الباكية. فأميرها الذي حرص على رفض كل ما يشوه جمال منطقته جعله متواجدا في كل شبر من أرضها للاطمئنان على أحوال أهلها، فطار في سمائها وتنقل من أجل أرضها، فأحبته عسير فكان فراقه عسيرا. للإخبارية طلال الأزهري.